بعد اقتراعات متعددة ومناظرات تلفزيونية، يصل سباق زعامة حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا إلى مرحلته الحاسمة. الترشيحات التي بدأت بأحد عشر أفضت إلى مرشحين اثنين بعد الجولة الأخيرة. عدد الأصوات المدلى بها لكل مرشح هو كما يلي: موردونت 105، وسوناك 137، تروس 113. لذلك سيكون ريتشي سوناك وليز تروس المرشحين للانتقال إلى الاقتراع النهائي لأعضاء حزب المحافظين. النتائج تعني أن كل من ريشي سوناك وزير الخزانة السابق المستقيل من حكومة جونسون وليز تروس وزيرة الخارجية الحالية سيطلقان حملات تستهدف جذب أعضاء حزب المحافظين البالغ عددهم 200 ألف في عموم البلاد لإقناعهم بصلاحية برامجهم الحكومية. مهمة ليست باليسيرة، خصوصا مع الصعوبات الاقتصادية التي تعانيها البلاد، لذا سيكون الاقتصاد أحد أهم الملفات التي تهيمن على المناظرات القادمة، فيما سيبرز كل منهما إنجازاته وخبراته في ملفات الأمن والحرب في أوكرانيا، إضافة إلى حملة التلقيحات. التصويت لصالح أحد المترشحين من قبل أعضاء حزب المحافظين الحاكم سيتم ضمن أمد زمني يبلغ 6 أسابيع، إذ سيتم تحديد الفائز منهما لتولي زعامة الحزب ورئاسة الوزراء قبيل 5 من شهر سبتمبر القادم، لخلافة جونسون الذي أكد أنه أنجز معظم مهمته في آخر مناظرة له في مجلس العموم. بصراحة هذا يكفي، المهمة أنجزت إلى حد كبير في الوقت الحالي. أود أن أشكرك السيد رئيس مجلس النواب وجميع الموظفين الرائعين في مجلس العموم وجميع أصدقائي وزملائي، وأود أن أشكر كذلك زعيم المعارضة وجميع الموجودين هنا. وداعا وشكرا. إنجازات وإخفاقات جونسون قد تحدد توجهات أصوات الناخبين بحسب مدى قرب كل منهما منه، إذ ينقسم الأعضاء بين غاضب مما يعتبره خذلان جونسون باستهتاره بالقوانين العامة، وموال يرى في تركته إنجازات للبلاد أهمها البريكزيت. يحاول حزب المحافظين طي صفحة جونسون بانتخاب زعيم جديد، إلا أن ذلك لن يكون سهلا على أي من المتنافسين، خصوصا وأنهما من بين من أقر سياساته أو انغمر في تجاوزاته. حيدر الصافي، تي آر تي عربي، لندن.